إن هذه المسابقة مكنت أكثر من 1000 قارئ ومجود من حامل الإجازات القرآنية وحفظة كتاب الله وبإشراف من الفقهاء والقراء المتمرسين في أحكام التجويد من إضافة لبنة هامة إلى هذا الصرح العلمي والإعلامي الشامخ. واستجاباً مع إعلان السياسة العامة للحكومة بدعم وتطوير إذاعة القرآن الكريم، ستتم رعاية ودعم قدرات المجلس العلمي وإنتاج 40 مصحفاً ما بين سمعيين وبصريين، وتكثيف الدروس العلمية لإذاعة القرآن الكريم المنتجة في البيئة الحاضنة لأكثر من 800 محضرة في موريتانيا. كما سيباشر القطاع توسيع هذه الإذاعة لتشمل جميع اللغات الوطنية.